بالمئة، حيث وصلت 9.46%، وهو ما قالت الوزارة إنه عائد إلى جملة من الإجراءات قامت بها مؤخرا. نتابع المزيد في تقرير محمد لمين وللمامي. زيادة أكثر من 2% على نسبة نجاح المشاركين في البكالوريا على مستوى شعبة الرياضيات شكلت فارقا إيجابيا مع نسبة نجاح العام الماضي، الأمر الذي أرجعته الوزارة الوصية إلى اتخاذها جملة إجراءات تنظيمية فضلا عن خلق جو طبعته التنافسية الإيجابية كان فيه الحضور الأبرز لجائزة رئيس الجمهورية للعلوم حسب بيان صادر عن وزارة التهذيب الوطني. بيان الوزارة تحدث أيضا عن اتخاذها عدة إجراءات قالت إنها أثبتت نجاعتها، إجراءات تضمنت وفق الوزارة افتتاح السنة الدراسية في الأجل المقرر وانطلاق الدروس في الحين المناسب، إضافة إلى سد نواقص ومتابعة دائمة لحضور طواقم التدريس والتأطير خلال السنة الدراسية. وزارة التهذيب الوطني أعربت عن ارتياحها لنتائج تلاميذ شعبة الرياضيات وتلاميذ مدارس الامتياز الذين احتلوا المركز الأول والمركز الثاني على المستوى الوطني. حصاد تلاميذ البكالوريا هذه السنة وعلى الرغم من اختلافه مع سنوات ماضية إلا أنه يأتي بعد حديث عن نجاعة تجربة مدارس الامتياز والعزم على تعميم التجربة، الأمر الذي توقع منه مراقبون الرفع من مستوى الحصاد الدراسي بشكل لافت. بين هذا وذاك قد لا يتفاجأ الرأي العام الوطني إن ظهرت ردود أفعال تطعن في نتائج البكالوريا خاصة من لدن المشاركين في الشعبتين العلمية والرياضية. محمد رمين والمحمد المامي، قناة الساحل، نواكشوط.